الأستاذ نور الدين شفت سو سلامينا؟ شوف أنا شوية هكا راني ساعات نبدأ يظهر البرش عباد لي أنا قاسي، ولكن أنا مانيش قاسي، أنا عندي ذن نظيفة يعني مش متاع وصعيبة نقول واحد وصعيبة نظيفة برشا. أنا من أوله من اللي بدأ الفنان القدير معناتها العملاق أنا نسميه نور الدين الباجي، من اللي بدأ من أوله معناتها قلت هذا سيد سيبشر بخير معناتها، والحمد لله في معناتها من سنوات انا نتبع الاغاني نتاعو، وزدت تفاجأت وقت اللي الصوت الحلوك الغنيه الحلوه اللي غناها في الحضره ما شبه محلاها معناتها، حتى حاولوا بعض اخرين باش يغنيوا منها مقاطع الليل زاهي الليل زاهي ما شبه لو ما يراش مانع معناتها يتحصن بها اغنيه ممتازه واتت هو حتى حبوا ناس اخرين يغنيوها، ولكن ما غنوهاش كيف ما غناها هو.